السلام عليكم، مرحبا بكم مره اخرى في فيديو جديد ان شاء الله. التريكو ديال الكروشي، بغيت نشارك معكم حتى التريكو ديال الكروشي اللي بغيت ان شاء الله نخدم معكم. بغيت نخدم معكم نبدا معكم التريكو هاد الطريقه ديال الكروشي، المسمار ديال الكروشي هذا، ولا بغيتو ديك الزرقاء اللي حطيت لكم ديال القضبان ديال الصوف. المهم كاينه هذه مخدومه بهاد الابره ديال الكروشي، وهذيك الزرقاء اللي حطيت لكم اللي وريتكم الطريقه ديال القياس راه ديال القضبان ديال الصوف. المهم كاينه طريقه حيت كاين اللي كتبغي تخدم هكا بالكروشي وكاين اللي كتبغي تخدم بديك القضبان. المهم هذه راه مخدومه بالكروشي كما كتشوفوا، وبغيت نشرح لكم حتى كاين تريكو اللي كتكون هكا محلوله في الوسط ديال القدام كتكون محلوله، اوف ديال الخلف كتكون مسدوده. طريقه بحال نفس الطريقه اللي حطيتكم ديك ديال الزرقاء، اللي غادي تشدوا القياس راه غتشدوا غير النص ديال هذا، حيت هذا كما تشوفوا هنا كان الخياطه هنا. المهم كنلاقيو هكا بالكروشي في الجنب، ها هو كما كتشوفوا، يعني هذا كنخدمو بوحدو وكنخدم حتى هذا بوحدو. المهم كما كتلاحظوا ديال القدام كنقسمو على جوج، وديال الخلف كنخدمو بوحدو، هو ما كيقسم والو كما كتشوفوا كيجي هكا، غير ديال القدام كيكون مقسوم بحال اللي بغات هكا تكون تريكو محلوله هكا في القدام محلوله حتى لتحت. الطريقه كتشدوا القياس نفس الطريقه اللي حطيت لكم في ديك ديال الزرقاء، كتشدوا غير القياس هكا ديال هذه بوحده، حيت الا تخدموا غتخدموا هذه بوحده. بالنسبه بغيتوا تخدموا بداك القضبان ديال الصوف ولا الابره ديال الكروشي نفس الطريقه. المهم هذه هي الطريقه ديال التريكو الا كانت محلوله هكا في القدام. الا كانت مسدوده راه كديروا نفس الطريقه، يعني كتشدوا القياس كله من هنايا، الا كانت هكا محلوله راه تشدوها ديال النص. المهم كنتمنى ان شاء الله تفهموا هاد الشرح ديالي دابا. المهم حتى نبدا معكم ان شاء الله نشرح عليكم مزيان. دابا غير بغيت نعرف واش بغيتوا نبدا معكم ان شاء الله ديال الكروشي ولا ديال القضبان، حيت كاين الا بغيتوا تخدموا الكروشي مسمار ديال الكروشي ولا تخدموا في ديال القضبان. ديك الزرقاء اللي حطيت لكم راه مخدومه بالقضبان، وهذه مخدومه بالإبرة ديال الكروشي. المهم كتجي هكا هكا، هنا اليدين كيجيو عاديين بغرزة كاملة، وهنايا كيكون شي وريضة هكا، وهنا حدا الصدر كتكون حتى هي شي وريضة هكا. وبالنسبة واحد الأخت سولتني في القشرة قالت لي لا غادي نشد القياس كبير، اشنو الطريقة اللي غادي نعمل؟ الطريقة راه قلت لكم غنشدو غنخدمو بحال هكا، نوريكم الطريقة. نشدو هكا كنخدمو السلسلة، كنخدمو السلسلة هكا وكندورو رجل اللي غادي نخدم ليها القشرة. بحال شي السيدة كبيرة ولا غتخدمي راسك، غتخدمي السلسلة بحال هكا، وغادي دوري رجلك وتشوفي الدورة، الدورة ديال الرجل ديالك اللي بغيتي تقشرة تخدميها. المهم بحال هكا مثلا، هذا هو الرجل، وكتخدمي السلسلة بوحدها، كتخدمي واحد القدر هكا وكدوري رجلك. الا بقيتي مثلا خاص شوية غتزيدي وتبقاي تعبري هكا برجل وكدوري حتى تشوفي القياس اللي بغيتي وصافي، وغتحبسي وغتخدمي. المهم هذه هي الطريقة الا كنشدو القياس ديال رجل غنخدمو تقشرة بحال هكا، تشوفي القياس اللي بغيتي وصافي غادي تخدمي وديري الطريقه اللي وريتكم. راه كفيت ليا حطيت لكم هذا الفيديو، وهذه هي الطريقه راه سهله. وبالنسبه حتى التريكو ان شاء الله ملي غنبدا معكم غادي نوريكم الطريقه، حيت التريكو حتى هو حيت ماشي نفس اللي قيسنا بالسنتيم غادي نلقاه في الغرزات، حيت الغرزات مثلا الا خدمنا الغرزات 10 الغرزات، الا قيسنا بسنتيم غادي نلقاو 5 سنتيم، يعني ماشي نفس الغرزات، حيت الغرزات اللي كنحتاجو دابا حنايا اللي غنخدمو حيت كنحسبو الغرزات سنتيم كيعطينا غير شحال. المهم حتى باش ما نتلفكم البنات، حتى ان شاء الله غادي نبدا معكم نوريكم الطريقه. المهم بغيت نبدا معكم شويه بشويه باش ما نتلفكم. المهم حتى نخدم ان شاء الله غنخدم لكم شويه ديال هكا ديال القضبان. اللي بغات تخدم في القضبان غادي تخدم واحد شويه واحد القدر صغير، حيت كاينه اللي كتزير الخدمه ديالها وكاينه اللي الخدمه كتكون مرخيه شويه. الا كانت مرخيه شويه غتجي هو هذاك اللي كتكون مزيره، راه خصها العبار شويه خصها تزيد شويه. المهم كنخدمو شويه على حسب ملي غتخدمي التريكو تخلي الخدمه حتى تشري الخيط
القضبان اللي غتبداي وتخدمي شويه ديك الساعه غتعبري شحال شحال كاين ليك في ديك الشويه اللي خدمتي، كتخدمي واحد القدر صغير وتعبري شحال كاين فيه، وديك الساعه تشوفي شحال غرزه خدمتي وشحال عطات ليك من سنتيم، تما فاش تعرفي شحال مقياس غادي تخدمي. المهم كنتمنى تفهموني، كنحاول نوصل لكم الفكره ولكن ما عرفت واش غتفهموا الطريقه اللي كنشرح لكم ولا لا. المهم ما فهمت شي حاجه تقول عليا في الكومونتير، ان شاء الله غادي نعاود نشرحها لكم. المهم ملي غنبدا، حيت ما بغيتش نخلف لكم كلشي باش تفهموا مزيان، ملي غنبدا معكم ان شاء الله غادي تفهموا اشنو كنقول لكم دابا. المهم بغيت غير نوصل لكم راه القياس اللي شديته في سنتيم ديال المترو راه ماشي بحال الا خدمته الغرزات، حيت الغرزات بوحدهم وبسنتيم بوحدهم. المهم اللي كتخدموا شي حاجه عبروها بسنتيم، واللي عطات لكم مثلا كما قلت لكم مثلا خدمنا ديك الغرزات خدمنا واحد شويه في القضبان وعبرنا كنلقاو 5 سنتيم، انت راه خدمتي 10 سنتيم ديال الغرزات. المهم هذه هي الطريقه. المهم ان شاء الله تنخدموا معكم، نبدا ان شاء الله نشرح لكم مزيان. المهم اللي بغيتو نتوما دابا ان شاء الله نبدا معكم، بغيتو نبدا معكم بالكروشي ولا بالقضبان اللي بغيتو ان شاء الله غادي نبدا معكم شويه بشويه حتى تفهموا ان شاء الله. وهذا اللي كاين ان شاء الله نخليكم حتى فيديو مقبل ان شاء الله ونبدا معكم. المهم اللي بغيتو نبدا معكم بجوج، اللي بغيتو بالكروشي بحال هذه الطريقه ولا ديال الصوف ديال القضبان. وهذه هي الطريقه البنات، وكنتمنى ان شاء الله تفهموا الشرح ديالي. اللي ما فهمت شي حاجه تقول عليا في الكومونتير ان شاء الله غادي نبقى نشرحها لكم، ونخليكم حتى فيديو مقبل ان شاء الله. السلام عليكم.